والآن مع فقرة من الآخر. من الآخر. هي الدنيا جرى فيها إيه؟ جملة شهيرة دايما بنسمعها بتتردد على ألسنة كبار السن، خصوصا لما يحصل موقف غير معتاد مجتمعيا بالنسبة لهم. النهاردة احنا اللي بقينا بنقولها بحسرة وألم، ولما اسمع ان اب رمى ولاده في النيل ورمى نفسه كمان وراهم عشان يحرق قلب طليقته اللي هي امهم، لما دكتور طبيب يقتل ابنه الرضيع علشان زوجته ما تبقاش حضنة فتاخد الشقة ويعرف يطردها منها، ايه ده؟ لما ام ترمي ولادها عشان تروح تقول لجوزها خد ربيهم وتقرر انها لازم تعيش حياتها مع راجل تاني، يبقى لازم ساعتها نقول ايه؟ فعلا هي الدنيا جرى فيها ايه؟ الآية الكريمة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تحسين أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى ادانا اختيارين في كتابه الكريم، معناهم باختصار إن الجواز مودة ورحمة، ولو مفيش نصيب أو وفاء يبقى الطلاق باحترام. لكن للأسف، للأسف الشديد، احنا بقينا مفتقدين الاختيارين كلهم على بعض في ملايين البيوت المصرية. لا الجواز بقى فيه مودة ورحمة، ولا الطلاق بقى فيه إحسان واحترام. يا رشا انت يا زفتة، انت عايزين هاتي حتة من المطبخ وتعالي شيل الطافية اللي وقعت على الأرض دي. أنا حامل وما أقدرش أوطي. غيرك بتبقى حامل وبتشتغل وبتتشعبط في الأوتوبيسات كمان. ومش كفاية عليا شغل الطبيخ والغسيل، كمان همسح وأنظف؟ ده واجبك. أي ست بيت في الدنيا بتعمل كده. سعد حرام عليك، مش كده ارحمني. بقولك غوري هاتي حتة من المطبخ وامسحي اللي وقع على الأرض بسرعة. مش مسحة. ما تخلينيش أزعلك. يعني هتعمل ايه؟ هكسر لك دراعك وهضربك. يا ده حرام عليك، دراعي اتكسر في ايدك. هتروحي ولا اكسرهولك بجد؟ يلا بسرعه. حقيقي بستغرب المعامله ما بين اول يوم جواز والخطوبه وما بين اللي بيحصل في الجواز بعد كده، حاجه ملهاش تفسير. ايه رايكم كمان بقى لما تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن عن وصول عدد حالات الخلع والطلاق لعام 2015 لربع مليون حاله، بزيادة 90,000 حالة عن 2014. لا وإيه كمان، مصر احتلت المركز الأول في العالم بعد ما ارتفعت نسبته من 7% يقال 40% ومدى صحة البيانات، بس هو موجود. عدد المطلقات في مصر وصل لـ3 مليون وشوية. يعني يا رب يوم ما ناخد المركز الأول ناخده في الطلاق، ويوم ما ناخد المركز الثاني ناخده في التحرش. طب وبعدين، هل هنسكت على كده؟ هنقف نتفرج على ربع مليون بيت مصري بيتخربوا كل سنة؟ والغريب في الموضوع بقى انه ملوش مقاييس محدده، يعني لما تيجي تفكر في الاسباب او النتائج هتلاقي ان كل حاله تستحق الدراسه لوحدها. القصه دي فيها الراجل مظلوم رغم انه في القصه الثانيه هو اللي مفتري. احيانا ما بتلاقيش اسباب واضحه، تلاقي الاثنين زي الفل بس خلاص مش عايزين يكملوا، وتسمع بقى المصطلح الجديد ان الحياه خلصت. ايامنا بقت روتينيه، مزهقانين ساعات كمان، تحس ان النصايح زمان بتاعت الام لما كانت تقول حبي على بيتك ربي عيالك ما بقتش بتاثر خلاص. الحياه لما بتوصل لمفترق طرق بيبقى استمرار الزواج احيانا هو الاختيار الاسوأ لمصلحه الاطفال اللي نفسياتهم بتتاثر جدا بالمعارك الزوجيه. انا هخلص عليك النهارده، هريع فيك الجدول. ايه ده؟ وعايزه تطلقي ماما قضيه الخلع اللي بتهددني بيها دي هحولها لك زياده بالصور. في ايه يا ماما؟ ولاد مين دول؟ مامي انتي ولاد مين دول؟ ولادك والله. يا سلمى يا ولاد، حد يرد عليا؟ سيزابه بنضربها. سيزابه تصوا من مين؟ انا اللي عملتك، انا اللي عملتك. حد يجي يطلع لي يا ولاد. يا مامي، بغض النظر عن انك مش من الرجوله انك تستقوى على ست، لكن على الاقل فكر في نفسيه ولادك اللي شايفين امهم الرمز ده كله بيتضرب. بس ده مش معناه ان كل الرجاله شياطين ولا ان كل الستات ملايكه، لا ده في ستات دلوقتي هي اللي مفتريه وكمان هي اللي بتضرب الرجاله. يا ستات انت هنا اتجوز بيه. لا لا حاضر هقول لك اديك يا ستات. يا خبز يا مر، ايه ما يصحش مره ترجع عيد. ايه عيد منها
طيب هل الطلاق بيكون هو بداية المعاناة ولا نهايتها؟ للأسف الوضع الحالي بيقول ان الجزء الاكبر من المأساة بيكون اصلا بعد الطلاق. تبدأ بقى صراعات الطرفين داخل وخارج ساحات المحاكم، تبدأ معاناة لا تنتهي، مآسي، حاجة تكسف. اب يسحب ولاده من مدرسة عشان يعاند الام، ليه وليه الام اتجرأت وطلبت تخرج من جنته، ام محرومة من ابنها عشان طليقها غير محل اقامته وسافر بيه بره مع نفسه كده. ابوس ايدك حرام عليك، انت بتحكمي عليا بالاداب. فين ابني؟ سمير مش هنا. طب هو فين علشان اروح له؟ عايز اشوفه، عايز اسمع صوته. قلتلك انت ميتة بالنسبة لسمير. مش ممكن تحرموني منه. سمير ابني ولازم يعيش معايا، وان برضه تشتدوهولي حاخده منكم بالقوة، بالبوليس، بالمحاكم. سمير ابوه خده وسافر. لا مش صحيح، انت بتكذبي علي، انت كذابة. شايفين عبقرية شادية وازاي مثلت دور الام اللي قلبها محروق على ابنها؟ بس برضو ما يمنعش ان في فترع العكس بقى بيحصل. يعني ممكن موظف بسيط جدا مراته او طليقته تجيب محامي شاطر يلبسه قضية نفقة او حكم ويثبت بالتحايل ان رجل اعمال وعنده املاك، برضو بتحصل، ويتحرم رؤية ولاده او يتقدر ويقعد يشوفهم في اماكن غير مناسبة حسب القانون. اطفال صغيرين مشتتين بيخشوا اقسام ويخشوا محاكم ويشوفوا المجرمين واصحاب السوابق. 1200 جريمة في 2016 بسبب عدم تنفيذ احكام محكمة الاسرة. 50% من الاطفال في حالة نفسية سيئة، دي احصائيات. 40% منهم بيتسربوا من التعليم. طب تعالوا بقى نقف شوية ونفكر في حلول ايجابية زي ما تعودنا. ليه الدولة ما تكملش جميلها وبعد ما عملت محكمة الاسرة تعمل ما يسمى بشرطة الاسرة، يكون دورها التحريات وتنفيذ الاحكام، اي احكام خاصة بمحكمة الاسرة، قضايا العنف ضد المرأة، واحدة اتضربت، طفل اتضرب. بس المهم ما تكونش زي شرطة مكافحة التحرش اللي لغاية النهاردة مش حاسين معها بأي تقدم في ملف التحرش، لأسباب بعدين في حلقة تانية بنتكلم فيها. لكن على الأقل ما يبقاش حل المشاكل الأسرية في نفس المكان اللي بنحل فيه المشاكل الجنائية. ما فيش منطق يقول إن الطفل صغير يدخل القسم ويحتك بالمواقف اللي بتحصل فيه. الكبار نفسهم ما بيقدروش يخشوا قسام. الأم المصرية اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيطالبها تقف جنبه لثقته في قوتها، المرة دي هي اللي بتناشده يقف جنبها وبتوجه له رسالة بتقول: يا سيادة الرئيس أنا بتبهدل في الإقسام والمحاكم. الراجل كمان، الراجل المصري برضه بيتبهدل في الإقسام والمحاكم، ده مش نداء الست بس، ولا ديننا ولا القيم بتاعتنا يعني لايقة على الوضع الحالي. حتى لو شفنا معايير التحضر في العالم بره هنلاقيها أول حاجة احترام المرأة، حقوق الطفل، الأقليات، حاجات كتير قوي بقت خلاص أساسيات الانتماء للإنسانية. وإحنا على فكرة متأخرين قوي في المعايير دي. يعني احنا لسه عندنا ستات بتتضرب عادي جدا وتروح القسم وتجيب تقرير وتسلم، يعني حاجات بتحصل، يعني حاجه تكسف. وبصراحه اكتر بقى لازم نعترف ان الوضع الاجتماعي في مصر سيء جدا، سواء بقى اسباب اقتصاديه، ثقافيه، دينيه، دي عايزه لها برنامج لوحده مش الحلقه دي وبس. معانا بقى النهارده دكتوره غاده والي، وزيره التضامن الاجتماعي. دايما كتير مننا وانا وجهت لها التساؤل ده فاكرين ان وزاره التضامن الاجتماعي دي بتاعت اصحاب المعاشات وكبار السن. على فكره لا، الوزاره دي مختصه بكل ما هو اجتماعي، مختصه بالادمان، بالشباب، بحضانات الاطفال، مختصه بحاجات كتير قوي هنناقش فيها الدكتوره غاده بعد الفاصل في فقره كلام مسؤول.